رجعنا بعد الفاصل لننتقل الى مرحله جديده والمواهب مع مهندسه كويتيه شابه نرحب فيها الاستاذه دينا البستان. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. فيصل دائما يقولون او شيء صعب على بنت خرسانه واسمنت. بس ما شاء الله بيضتها دينا. طبعا البنات الحين ما شاء الله لا يعلى عليهم بكل شيء، يعني وين تقطهم تلقاهم موجودين. واحنا نفخر فيها. مساك الله بالخير دينا. مساك الله بالنور. قبل أن نبدأ وياك ونسولف وياك خلينا نشوف هذا التقرير. اليوم ما شاء الله بنت كويتية وخرسانة واسمنت، صعب عند بناتنا بس ما شاء الله بيطيح. الحمد لله. كلمينا عن طبيعة مشروعك مهندسة دينا. طبيعة مشروعي هي عبارة عن مسابقة سنوية، كل سنة يختارون أشخاص أن يقدمون يمثلون الجامعة. فاحنا كنا أربعة بالبداية، وكل شخص يسوي التصميم ماله من A to Z. طبعا المشروع خذ سنة. نعم. والحمد لله ان انا المشروع اللي انا صممته هو اللي طلع. نعم. دينا ما حسيت ان قلتي خرسانة واسمنت، شلون بيحطوني بهالشيء وشلون راح اقدر اسوي هالمشروع هذا؟ ما حسيتي في صعوبة في البداية؟ هو كان في شيئين في صعوبة. أول شيء هي المادة كانت مقررة على تخصصي اللي هو الهندسة المدنية، فأنا ما كنت ماخذ المادة. بس هو شلون يتم اختيار الشخص؟ يتم الموضوع على 4 سنين، يعني كل بروفيسور يشوف إنه مجهودي بالكلاسات لربع سنة. بعدين يروح حق العميد مال الكلية ويقول إنه والله هالشخص ينفع في هالمشروع. هو كان يعتبر أقوى مشروع بجامعتي. فكان بالبداية أنا تشالنجينج، إنه خصوصا أنه أنا ما درست المادة. وهو كنا نتبع شركة ACI اللي هي American Concrete Institute، فهو عبارة عن كود درسته بروحي. والحمد لله توفقت. طيب هل صحيح أن اليوم هذا المشروع أخذت شركة أمريكية؟ إيه، أخذت PCI. وهي تأخذ مشروع من كل جامعة على مستوى أمريكا. دينا ما فكرت تقدمي هذا المشروع هنا عندنا في الكويت؟ بلى اكيد، خصوصا ان انا وايد استفدت من شلون، من يعني شلون انا اسوي الكونكريت ميكس. لازم احسب الديفليكشن، المودلس اوف الاستيسيتي، كل شيء، الكمبريشن، التنشن. وبعدين هو المشروع يعني هي كانت خرسانه سابقه الاجهاد، فالمعترف فيه ان لازم الخرسانه ما تنكسر. نعم. اوكي، بس المشروع شنو كان التشالنج ماله؟ انه هم يعطوني لود معين. نعم. والله ان انا ابي هذه الخرسانه تنكسر. نعم. عند 27 كب. نعم. فيصل انت قاعد نسمع المصطلحات فترى انا ضايعه. احنا ما احنا ماشيين معك. ماشيين معك. بس اليوم هالمشروع هذا انت عرضتيه على الكويت ولا ما عرضتيه، ولا هناك خلاص حصريا ما دام اخذ المشروع ممنوع ينفذ خارج امريكا؟ لا بالعكس، يعني لانه هو يكون عباره عن ستيبس. يعني من اكثر شيء استفدت منه، استفدت انه شلون استخدم كالكوليشنز، شلون استخدم الاي سي اي كود. وهم ترى الكويت يعني تستخدم الاي سي اي كود، وتو انا سمعت انه في بيلدينج انه حاز على المركز الاول بالكويت. احنا عرفنا بس البيلدينج. إيه؟ لان هذا والكويت. لا فيصل، لا فيصل مو كذي عاد. في كلمات هندسيه بحته يعني اكيد احنا ما نعرف. شنو الجاي اللي راح تفكرين فيه دينا؟ انا يعني حاليا مقرره ان عندي تو باثس. الاول ان اكمل دراسات عليا ماجستير دكتوراه. نعم. لان انا يعني تربيت باسره اكاديميه. نعم. أبوي ماخذ ماجستير في التكنولوجيا. أمي حفيدة سيد عمر، هو كان أول مهندس بالكويت. وكان في مدرسة بسمح. وهم يدي دكتور أحمد البستان. فأكيد أن ودي أن أنا يعني أخذ الباث مالهم. وشيء ثاني أن أكتسب خبرة لين أنا أسوي مشروعي. طيب اليوم على طال المشاريع، اليوم الكويت قاعد تدعم الشباب في هذا الموضوع. أينا. وموضوع المشاريع الصغيرة، ما فكرتي تاخذين هالخطوه ولا ناطره بعد ما تكلمين الدراسه الاكاديميه؟ لا اكيد انا مفكره ان اكتسب خبره واعرض مشروعي هذا على الكويت وكذي، وبعدين ان اكمل دراسات عليا. دينا قبل الهوا كنت انا قاعده اتناقش وياك واسولف وياك بخصوص واجهتي صعوبات وانتقادات. طبعا انت قلتي انتقادات قبل كل شيء، كلميني عن هالتجربه هذه اللي صارت لك. طبعا لما طلع اسمي دينا بالجامعه راح تسوي هالمشروع، وايد كان في ناس انك يقولون لا ايش معنى هي مو ماخذه الماده، ما يصير هي اللي تسوي المشروع.
فهذا كان انتقاد، كان هم انتقاد انه يعني لا ابنية، هم هذا كان سبب. وكان تشجيع يعني الحمد لله. ما حسيتي في تخوف من ناحية اهلك انه يعرضونك كأنك بنت؟ لا بالعكس، انا وايد مشجعيني، وبالعكس يعني تشجعت اكثر، وما كانوا يدروني ادرس تخصصين ليوم التخرج. كنت انا ادرس هندسة مدنية، وبعدين شفت نفسي الحمد لله ماشية، وقلت خلاص تخصص ثاني، فسويت الهندسة الميكانيكية الحمد لله. طيب بعد ما رجعت الكويت وهذا المشروع انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وناس تكلم، لقيت الدعم من الكويت؟ اي وايد لقيت دعم، وايد ناس شجعوني، قنوات انتو اول الناس كنتو الحمد لله. الحمد لله. طيب اليوم احنا بننتقل الى يدك سيد عمر. في جينات اكتشفتيها منه؟ يعني هو دافع، هو دائما يكون حافز. من طرف امي، من طرف ابوي، اهم يدي من طرف ابوي دكتور بجامعه الكويت. اكيد يعني اكيد انه دائما ان اتحدى نفسي. انا وايد نوعي انه يعني فيني طبع انه ابي اكون الاولى. التحدي والاصرار حاضر عندك. اي والواحد حلو انه يتحدى نفسه، لان لما انت تنجز عقب ما انت تتحدى نفسك راح تحس ان يعني وايد راح تفرح بالانجاز اللي انت سويته، وهذا راح يكون تشجيع لك ان انت تسوي افضل. دينا عندك شيء بتقولين على الابداع اللي سويتيه؟ شيء اقوله على الابداع او رساله توصلينها للناس بالشيء اللي سويتيه، خلي الناس قبل تستفيد من تجربتك. الرساله بوصلها حق طلبه اللي قاعد يدرسون الحين بامريكا. وايد كنت اشوف زملائي ان يتحبطون، او اللي يبون يردون، او اللي ما يبون يكملون. يعني دائما انا احس ان حتى لو ماكو تشجيع، بالعكس خلي ياخذون الانتقاد حافز لهم، او ان تحدي ان يكملون. ودائما ان يكون الواحد له هدف قبل انه يسوي شيء، لان دائما اذا انت حاط لك هدف توصل له، انت وايد راح تكون مرتاح يعني، وراضي عن نفسك ان انت سويت الانجاز. مهندسة دينا احنا سعدنا في وجودك ونفخر فيك اليوم، ونقول لك ان شاء الله من هالاعلى ان شاء الله. تعين يا رب. بعد الفاصل مع على وتر القانون.